أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية التي قامت بها السلطات خلال الأسبوع الماضي. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف الأستاذ فيصل الباقر، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والمنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار حجب المواقع الإلكترونية. حجب المواقع في تقديرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر بدون الرقابة القضائية، في تقديرنا إنه ده يعتبر جريمة خطيرة ومكتملة الأركان زي ما قلنا في البيان، حرية التعبير والحق في الصحافة والحق في وصول المعلومات ونشرها للجمهور، لأنه القرار زي ما لاحظنا وشوفنا إنه هو صادر من وكيل النيابة، أي وكيل نيابة الجرائم المعلوماتية، ووكيل النيابة هو سلطة غير قضائية. صحيح إنه هو سلطة شبه قضائية، ولكن هذه السلطة شبه القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية، ومهام النيابة واضح إنها تحدد في أي شكوى تجيها من طرف إذا كان فرد أو جهة أو جهة ما، وتتحرى وإذا لقت إنه في قضية ترفع للقضاء ليفصل فيها قضاء. أما أن تتحول النيابة لسلطة قضائية فده بيتعارض مع الوضع الطبيعي، وبيتعارض مع الوثيقة الدستورية، وبيتعارض مع التزامات السودان الدولية وفق الاتفاقيات الدولية اللي هو جزء منها، وبيتعارض أيضا مع الحق في حرية الصحافة اللي هو واحد من شعارات الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر المجيدة، حرية عدالة. إذن نحن مناهضتنا للقرار بتأتي من هذا المنطلق، لأنه لا بد أن نكون مبدئيين في الموقف من الحريات. صحيح إنه في زي ما بيقولوا يعني فوضى كبيرة في المواقع، وفي حالة من الاضطراب الإعلامي والإغراق الإعلامي بعدد من المواقع غير المعروفة، لكن الحل ما بيكون في إنك أنت توقف بقرار إداري أو قرار من السلطة التنفيذية. الحل في إنه هذه المواقع تعلن عن نفسها بتعرف منو رئيس التحرير ومنو مدير التحرير، وبالتالي تتحمل هذه المواقع المسؤولية القانونية والأخلاقية إذا ما كان في ناس متضررين من النشر أو كان في جهات متضررة من النشر. عموما هذا هو المنطق، وعشان كده إحنا بندعو كل الصحفيين والصحفيات إنه يسعوا إلى أن ينظموا نفسهم ذاتيا ويضعوا مواثيق للشرف الصحفي، وهذه المواثيق بتحكم العملية الإعلامية والعملية الصحفية في أن نلتزم كلنا كصحفيين بعدم بث خطاب الكراهية، بعدم نشر خطاب العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية وإلى آخره، ونلتزم بالمعايير المعروفة للصحافة، وهي معايير معروفة إذا الناس التزموا بها بنكون كلنا قدمنا خدمة صحفية لشعبنا وللجمهور جيدة. إذن الواجبات بتاعت الصحافة من هذا الخطاب الكراهية والدعوة العلنية أو المستترة للعنصرية والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع الاجتماعي، ودي لا بد إن الصحافة تنتبه في إنها ما تخوض في هذه الأشياء الضارة بحرية الصحافة. القضية الأساسية إنه برضو إنه نحن نبذل في إنه كيف السودان تكون فيه مناخ وبيئة إعلامية ديمقراطية، وده بنشارك فيه كلنا نحن في المجتمع المدني، وبنشارك فيه الدولة، وبنشارك فيه أيضا القضاء بأنه يحكم في القضايا اللي فيها انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير. عموما نحن على استعداد في صحفي حقوق الإنسان جهر لإرامة شراكات مبدئية واستراتيجية للمجتمع الصحفي، نقدم فيه مسودات لميثاق الشرف الصحفي، يشارك في وضع كل الصحفيين والصحفيات، مش زي ما كان زمان في زمن الإنقاذ الميثاق الشرف الصحفي بيدعم في مكان ما وبيجي للصحفيين والصحفيات ويقول لهم هذا هو ميثاقكم. إذن نحن ثقتنا كبيرة في شعبنا وثقتنا كبيرة في مجتمعنا الصحفي بأنه نقدم خدمة صحفية لشعبنا وفق المواثيق ووفق المعايير بتاعت الصحافة النظيفة، الصحافة المحترمة، وهدفنا الأساسي إنه كلنا نصل لبناء
إعلان ديمقراطي مستدام تحقيقا لتطلعات شعبنا الحر في قيم الحرية والعدالة والسلام والتحول الديمقراطي. ندعو كل المجتمع الصحفي للتوافق على أنه نوحد جهودنا في أن تكون عندنا صحافة نظيفة، صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المحترفة المعروفة، القيم المعروفة للصحافة المهنية، الصحافة الأخلاقية، صحافة حقوق الإنسان اللي دي بتلتزم بالمعايير الدولية المهنية. أما مسألة المواقع فلا بد لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها، لأنه لا يمكن أن تعمل هذه المواقع في الخفاء وفي التخفي إذا هي فعلا عندها رسالة إعلامية عايزة ترسلها. يعلن عن اسم رئيس التحرير، يعلن عن اسم مدير التحرير، وده بيخلي أي شخص أو جهة متضررة من النشر تصل للقضاء وتقتص منه، لأنه الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان يجب أنها تحارب، لكن هذه المحاربة يجب أن تكون عبر القانون وعبر القضاء. الصحافة في تقديرنا حرية وفي هذا الوقت مسؤولية، ولذلك طالما نحن بنطالب بإعطائنا حرية نقوم برضو بمسؤوليتنا تجاه أن يكون عندنا صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المعنية المعروفة، ومن الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة والامتناع عن ممارسة خطاب الكراهية، وده كله بيخلينا نحن نكسب ثقة الجمهور وهو المطلوب. طيب نعم. في رأيك يعني كيف ممكن مواجهة المواقع الإلكترونية في حال إنها لم تلتزم بوضع اسم رئيس التحرير أو مدير التحرير أو الكشف عنه؟ يجب على الصحافة أن تلجأ للتنظيم الذاتي، ولذلك لا بد من هذه لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها. إذا ما أعلنت عن نفسها ورفضت تعلن عن نفسها يبدو أنه هي حتكون صحافة عايزة تعمل في الخفاء، صحافة عايزة تعمل في الظلام. والتكنولوجيا الآن العالمية موجودة في إنك كيف تصل لهذه المواقع وكيف تقدم المسؤولين منها للقضاء. يمكن عبر التكنولوجيا أن تصل لأنه الموقع ده بيبث من وين، ودي مسألة سهلة وبسيطة ومعروفة، لكن نحن ضد الإيقاف والحجب الإداري أو الحجب بوصف السلطة التنفيذية. الحجب يجب أن يتم بقرار قضائي، يعني إذا هذه المواقع أصرت إنها ما تعرف عن نفسها، ما تعلن عن نفسها، ما تعلن سياساتها التحريرية، وما تعلن عن أسماء الأشخاص المسؤولين منها قانونيا وأخلاقيا، في هذه الحالة العلم زي ما قلت لك بيتيح فرصة الوصول لها في جحورة زي ما نقوله وفي خفاء وتقديمها للقضاء. نحن ضد أن تحاكم الصحافة بواسطة السلطة التنفيذية بقرار تنفيذي أو بقرار إداري. هذه الصحافة يجب أن تعلن عن نفسها، وإذا ما أعلنت عن نفسها وواصلت بس خطاب الكراهية وخطاب النش العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية الأخيري، أي شخص متضرر من هذه المواضع يمكنه أن يصل للنيابة ويفتح شكوى، والنيابة تتحرك في القضية، وعبر العلم زي ما قلت بيصلوا لهذه المواقع ولمن يكون مسؤول منها ويقدم للقضاء. هذه هي الفكرة الأساسية اللي عايزين نقولها. نحن مع الصحافة النظيفة، مع الصحافة المحترمة، مع الصحافة التي تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وبمعايير حرية الصحافة والتعبير المعروفة في العالم، خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والإساءة والتجريح والقصف وإشانة السمعة، كل هذه المسائل إذا ارتكبت الصحافة لابد أن تعاقب، والعقاب يتم عبر القضاء ولكن ليس عن طريق الحجب الإداري أو الحجب بوصف السلطة التنفيذية. هذه هي الفكرة التي نريد أن نوصلها، وعشان كده نحن بندعو الدولة إنها تعمل الآليات القانونية في التعامل مع الصحافة وهي القضاء القضاء القضاء، وندعو زملائنا وزميلاتنا في المهنة الصحفية إنهم يعلن عن نفسهم إذا هم أصلا يعني عندهم رسالة عايزين يوصلوها في حرية الصحافة والتعبير،
لا بد لأي موقع أو أي جريدة أو أي موقع إلكتروني إخباري أن يعلن عن نفسه، وده معمول به في كل العالم. يعني لا يمكن أن تعمل أنت بدون ما تعلن عن نفسك. وعشان كده حتى في بلدان أن تسجل صحيفة ليس بالضرورة أن تمشي تسجيلها في مؤسسة محددة، أنت تعلن عنها، وده ما يسمى بالإشهار. إذن الإشهار يمكن أن يكون، والإشهار ده لا يمكن أنك تقول أنا فلان الفلاني ما لم تقول هذه هي مؤسسة إعلامية صحفية، رئيس تحريرها فلان الفلاني شخص معروف، ومدير تحريرها فلان الفلاني. وبالتالي إذا ارتكبت أخطاء من اللي أنا قلتها دي إشانة السمعة أو خطاب الكراهية أو خطاب العنصرية أو أي من هذه الممنوعات في الصحافة، يمكن لأي شخص أو جهة متضررة يرسل القضاء ويقتص منها قضائيا. دي الفكرة الأساسية. في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، نشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر على الإفادات المهمة حول قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.